الله حيهم التنين. والحين طالعين وراجعين من دبي إلى الشارقة، بنمر أسواق السيارات نشوف السيارات اللي هناك. خلوكم معنا وهلا وسهلا. ما شاء الله وصلنا الآن المعارض، بناخذ لفة ونشوف بعض الأسعار خاصة سيارات الديزل. بنشوف الحين لفة. صراحة تنظيم عجيب للسيارات والبيع والسيارات المستعملة وتصوير السيارة من داخل. ونشوف الجيوب الديزل. جيب ما شاء الله اللكسس 329,000 بسعودي، ما شاء الله هو اللي يصلح هذه الاشياء، البريج وما البريج، هذه الفيبر جلاس. شاب من عيالنا في الجنوب عنده مصنع في الرياض جالس يصنعها. ما شاء الله البنتات من تويوتا هذه الفخمه ما تجينا في السعوديه نهائي. الباب والالوان الموستنجات، معارض كامله للشباب. هذا محل المزادات، الامارات المزادات اللي يجي يبغى يشتري. بي ام، الجاكوار، كل هذه مستورده، مستعمله في بلادها مستورده هنا. هذا مسرد عندهم ضخم وكثير جدا. شو البنت اللي ذي ما شاء الله، معرض برستيج، كلها تقريبا مستورده من بلادها جديده ومنزلينها هنا. خلينا نشوف هذه كم، 2015 مرسيدس. خلينا نشوف كم سعرها. حلوه كشف مرسيدس، نشوف بكم. 85,000 الكشف، هذه موديل 15، هذا برضه 235,000. بطبع جيوب لكزس، جيوب عفوا ديزل، ما في الا عزيرو، يقولون ما تنباع المستعمله وكذا، ما لها معارض محدده. بشكل عام سيارات تقريبا المستورد سعره جيد، لكن باقي تدفع جمرك لما يروح السعوديه وكذا. هذه البي امات ما شاء الله. اللي يبغى له سياره لابد يكون بمزاج كذا معين، يجي يقعد له يوم يومين هنا، يفر ويجرب ويشوف ويفاضل بين الاسعار. جميله ما شاء الله. كل المعرض يكون عنده مظلات بالشكل هذا، روعه، تنظيم صح، رنجات ما شاء الله. حافلات، شاحنات، تريلات، شيولات، لها معارض كلها في ذا الأماكن الجميلة ما شاء الله. أذكر مرة جيت قبل 20 سنة وأكثر، 30 سنة، الشارقة هنا وما كانت كذا. أبغى أشتري سيارة، المهم جاء يمشي على الرصيف وشوي لوقفوا اثنين شباب، هلا بالشيخ مدري، يقولون راكبين جيب ما شاء الله. قالوا من فين؟ قلت من السعوديه. قالوا من فين؟ قلت من الجنوب. قالوا قحطاني. قلت لا، قلت المهم ايش تبغون؟ قالوا ناقصنا 2000 ريال نبي تعطينا ومدري ايش. قلت والله يا اخي ما عندي. قال تفو عليك وعلى قبائلك، استغفر الله العظيم. قلت والله ماني غبي، سكرجي يضحك علي زيكم يبي 2000 عشانه. انتوا راكبين سياره اطلق مني وانا قاعد امشي على رجولي انذال. كان عقل اخذتوني معكم. لكن النذل نذل، فعلا تفلوا. الله لا يردهم السكرجيه، لكن ما يضحك علي، لست بالخب ولا الخب. من تويوتا والشاحنات هذه، من تويوتا تجينا تران، هذه ما ادري شو اسمها، دبل فخمه جدا كبيره. بس الديزل عندهم هنا غالي، بريلين ونص، اغلى من البنزين الديزل.